في إطار دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الجيزة، قامت مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري بتوزيع مستلزمات المدارس على الأسر الأكثر احتياجاً في نطاق محافظة الجيزة، وذلك مع اقتراب موسم الدراسي الجديد. وشملت المستلزمات آلاف الحقائب الدراسية ضمن برنامج خيري يقدم 7000 حقيبة، وذلك بالإضافة إلى دفع مصروفات للأسر الفقيرة وتقديم ملابس للطلبة. ولمزيد من التفاصيل حول جولة التحالف الوطني للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً مع اقتراب موسم الدراسة، يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية بالفعل دور كبير يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي من أجل البناء والتنمية في توفير كافة احتياجات الأسر المصرية البسيطة في محافظة الجيزة وفي جميع المحافظات. نتواجد معكم الآن من داخل إحدى مقرات التحالف الوطني للعمل الأهلي من أجل البناء والتنمية، حيث يقوم بتوزيع بعض المستلزمات الخاصة بالدراسة على الأسر البسيطة في نطاق محافظة الجيزة. يمكن هذا الإجراء يأتي بعد إجراء البحث الاجتماعي الذي قام به فريق من داخل المؤسسة للمواطنين في المحافظة، ومنهم يستحقون بالفعل هذه المستلزمات. هذه المستلزمات الدراسية تشمل شنط للمدارس وبعض المستلزمات الخاصة بالدراسة، فضلا عن الملابس ومستلزمات أخرى لاستعداد للموسم الدراسي لبعض الأسر المصرية التي تحتاج إلى هذه المستلزمات أو هذه الاحتياجات من هذا النوع. أيضا كان لنا لقاءات داخل المؤسسة التي قامت بتوزيع المستلزمات، حيث تؤكد أن المساعدات ليست متوقفة فقط على المستلزمات الخاصة بالمدارس، ولكن هي متوفرة على مدار العام في شهر رمضان الكريم والمولد النبوي وغيرها من المناسبات والأعياد التي يحتاج إليها المواطن الوقوف بجانبه. أيضا هناك مساعدات على مدار العام تشمل قوافل خاصة بالمرضى وقوافل للأيتام ومساعدة الأيتام ومساعدة المحتاجين للزواج وكافة الاحتياجات التي يحتاجها الأسر المصرية والأسر التي تحتاج إلى مساندة من قبل التحالف الوطني. رسالة شكر كبيرة ورسالة تقدير وجهها هنا أولياء الأمور والأسر المصرية البسيطة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك طبعا بعد التصديق على قانون التحالف الوطني. وكيف سيعطي هذا التصديق يعني دفعة قوية لمساندة الدولة ومساعدة الدولة على توفير كافة الاحتياجات الخاصة للمواطنين، سواء كان مستلزمات مدارس أو ملابس أو سلع غذائية متوفرة على مدار العام. يمكن المشهد داخل هذه المؤسسة التي نتواجد فيها هو مشهد في غاية الجمال وفي غاية الترحيب، يعني ولو ترى طبعا ملامح السعادة والفرح على يعني على وجوه الأسر البسيطة المحتاجة التي فعلا استلمت مستلزمات المدارس والتي تأتي مع اقتراب هذا الموسم. هي رسالة كبيرة طبعا وتؤكد على دور منظمات المجتمع المدني في مساندة الأسر المصرية ومساندة المجتمع المصري بجانب الدولة في توفير كافة ما يحتاجه البيت المصري والأسر المصرية. يمكن هذا ما لدينا إلى الآن، وأعود عليكم مرة أخرى في الاستوديو.